أشادت هيئة كبار العلماء بالحملة الأمنية المشتركة لمكافحة المخدرات في جميع مناطق المملكة، يأتي ذلك في وقت أكد فيه وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود أن الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات تحقق نتائج ملموسة، مشيرا إلى أنها ما تزال في بدايتها. الإبلاغ على مهربي ومروجي ومستخدمي المخدرات واجب على كل فرد، هذا ما أكدته هيئة كبار العلماء مشددة على أن المخدرات في حكم الشريعة الإسلامية من المحرمات الكبيرة تعاطيا واستخداما وترويجا وبيعا لأضرارها على الدين والنفس والعقل والنسل والمال، وهي في أوائل ما يندرج في الخبائث التي حرمها الشرع الحنيف. وأشادت الهيئة بالحملة الأمنية المشتركة لمكافحة المخدرات في جميع مناطق المملكة لحماية الوطن وأبنائه وبناته ومقدساته ومكتسباته. وزارة الداخلية بدورها أكدت أن الحملة تحقق نتائج ملموسة، نتائج إيجابية وما تزال في بدايتها، وأن الضربات القوية لمواجهة مروجي ومهربي المخدرات متواصلة. وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف شدد وأشاد بوعي المواطن ودوره في مكافحة المخدرات من خلال الإبلاغ عن مروجي ومهربي المخدرات، مؤكدا أن جميع البلاغات يتم التعامل معها بسرية تامة. البلاغات تعامل بكل سرية وبكل احترافية بحيث لا يلحق المبلغ أي مساءلة، ونحافظ على سرية بياناته وعلى معلوماته. حرب ليست كتلك التقليدية، فلا رائحة للبارود ولا صوت للمدافع فيها، حرب شرسة لا ينجو منها طفل ولا امرأة ولا كهل، فالجميع هدف لرصاص المخدر الطائش ولا خطوط حمراء فيها. فوفقا لبعض الدراسات تكلف المخدرات البشرية خسارة كبيرة في الأموال والأرواح تتجاوز ما خلفته الحربان العالميتان من ضحاياها.